لما تكون رايح شغلك. بابا ريم قال لي ان هو ندالك فكره عن حاله ريم او مشوار عادي. ما شاء الله عليها. قابلته ماما والنبي عشان خاطري ما تعيش معاها زي ما عملتي مع اللي قبل كده. وفجاه يحصل حاجه عمرك ما هتنساها. المهزراتيه. ده انت داخل على سواد. ده انت داخل على سواد. شكلك بتخافي بالضلمه وانا هعلي لك النور. بس ايه ده؟ انت اساسا دكتور. حضرتك ايه ده؟ منظر دكتور. احنا بنحاول. ده فين؟ 30 حلقه. ده نهار اسود. ده جاب الباب كله على الارض. ايه دي؟ تصلح غلطتك. غلطتي معلش. هوبا البس. كل يوم فكره جديده. بتحاول بقى انت خلاص. انا ما كنت بمس والله. هات بقى تعالى بسرعه يلا. ايوه دلوقتي اللي عرني وعرك اهو. ولا كور يا مدام. قدام الله هتموت. ايها الساده المشاهدون، انتم الان مع المهزراتيه. اهلا بيكم في حلقه جديده من المهزراتيه. حلقه النهارده يعني من ضمن الحلقات المحببة إلى قلبي، لأن هي هتتعمل في ميكروباص. ليه بقى؟ لأن الميكروباص بالنسبة لنا بقى حاجة مبهمة. إحنا مش عارفين مين اللي هيخش. عيل صغير، راجل كبير، ست، بنت، الله أعلم. هي وظروفها. حلقة النهاردة الضحية هيلبس مصيبة. تعالوا نشوف إيه هي المصيبة. استعنا على الشقة بالله. عارفهم عارفهم بتوع بوينت 90 دول. تعالوا لي ولا فرج. ما ترحموش ما ترحموش. جو حر. ايه السلام عليكم. ده انت جروب المدرسة هيحفر عليك للصبح. ممكن منديل بس. اتفضل 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 حبيبي. برضو الشباب الصغير اليومين دول ما بقاش سهل. جو مستحيل. جو نار. لا 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 نار. صعب صعب النهارده. النبي يا اسطى لو سمحت رايح جسر السويس. عايز منديل بس. طب بجد؟ طب نزلني اخر جسر السويس والنبي يا اسطى. ماشي بس عشان الطريق. لا بس تبقى قول لي ها علشان مش عارفه الطريق بالظبط. مفلفل شعره. مو صلاح اخواتي، مو صلاح الغلابة. لم الأجرة مع بعض والنبع. كم الأجرة يا ريس؟ 3.5. ماشي. محترم، محترم، بيطلع الأجرة على طول. نهارك أبيض. إيه ده فين موبايل؟ خش على التقيل. استغفر الله العظيم يا رب. لا نسيته في البيت. انا كنت ماسكاه تحت وانا بكلم السواق. هر اسود. دي براند ايه المحفظه دي؟ شوفوا لي عندك كده يا كابتن. ايه ده؟ الموبايل بتاعي واقع عندك؟ لا لا ما وقعش عندي. واقع عندي ازاي؟ لا ما فيش حاجه. لا ما انا كنت ماسكه الشنطه لقيتها مفتوحه لما جيت قعدت هنا. لما الاجره بس والنبي يا جماعه. كانت الشنطه مفتوحه بس انا بقولك يمكن نسيتيه في البيت ولا حاجه. لا نسيته في البيت. ايه بقولك كنت ماسكاه وانا تحت هنا. يا ترى مين اللي خد الموبايل؟ دوري بس كويس بس عشان انت طلعتي بس وسالتي. انا كنت ماسكاه تحت هنا قبل ما العربيه تقف. طب خلاص دوري تحت الارض. تحت لا تحت الارض. ايه تحت الكراسي؟ تحت الكراسي. وانا يا كابتن لما جيت قعدت هنا هي الشنطه مش كانت مفتوحه. دور تحتيه كده ولا هنا ولا هنا. الشنطه كانت مفتوحه وانا وقفت هنا كنت بكلم في السواق. طب رقم الكاميرا رن عليه. طيب رقم الكاميرا رن عليه. استنى بص. طب رقم الكام؟ عامله زيرو ولا عامله ايه؟ لا انا عامله سايلنت. اصلا سايلنت. طب ما ترنش. هو كده كده سايلنت. طب دور عليه تحتيك هنا ولا؟ طب عامله سايلنت. بص لي عليه تحت رجلك. هو انا ما
شوفوا ايه ده، ايه ده يا جماعه؟ ثواني بس، ثواني. طب شوف تحت، ثواني بس، ثواني يا جماعه، ثواني. قوم بس كده ثانيه كده، بطل بقى الشغل ده يا حبيبي. هو لقيته ورا ظهرك. ده ايه ده؟ ده الموبايل بتاعك. الموبايل ده بتاعك؟ هو وقع منك، ممكن يكون وقع منك. خلاص هو ورا ظهرك، ممكن يكون وقع منك وانت. هو اكيد وقع منها، اكيد وقع منك. شكرا يا كابتن. لاف اللي جابه ورا يعني، اكيد وقع منها وهي بتشوف الشنطه. وقع منها. خلاص يا جماعه، المهم لقيناها. خلاص خلاص، المهم لقيناها. المهزراتيه. الحمد لله. المهم الشغل اللي عليه بس، الحمد لله. لا حول ولا قوه الا بالله. دي الاجره واحد ورا. انا سمعت بس بعت له الاجره. انا كمان كام؟ من 20 واحد. من 20 كام الاجره؟ كام يا اسطى الاجره؟ 3.5. والنبي بقى اللي يبعت يبعت فكه يا جماعه. طيب طيب، خد دول يا ريس. اجمع من 20 بعد. ماشي، لم مع اللي مع الكابتن هنا. لم مع الكابتن. ماشي ماشي. 3 من 20 ورا. 4 من 20 يا اسطى. 3.5 يبقى 4 من 20. خلاص يا 4 من 20. ماشي. بقول لك الموبايل كان معايا. استغفر الله العظيم. يا عم انا كنت ماسكاه تحت. ممكن الاجره ولا؟ حاضر حاضر، ثانيه بس واحده كده. والنبي يا اسطى، اول ما نيجي عند جسر السويس قول لي. حاضر يا باشا. طب انا ما يا جماعه، انا مش لاقي المحفظه. عند واحده صاحبتي. انا مش لاقي المحفظه. يعني ايه؟ مش لاقي المحفظه يعني، انا حاططها في جيبي الوراني بقى، ما اعرفش بقوم دلوقتي مش لاقيه. انت متاكد منك بقى؟ متاكد ان محفظتك ضاعت؟ لا ما وقعتش، ما وقعتش. انا بقول لك حاططها في جيبي. انت متاكد يعني انك نازل بالمحفظه؟ انا حاسس بيها وانا قاعد عليها. طب دور تحتي، دور تحتي كده ولا ها؟ دور يا حبيبي. هو في ايه يا جماعه النهارده؟ في ايه؟ ما بصوا يا جدعان. لا اله الا الله. بص، طب بص على السلم اللي معلش معلش يا نبا كابتن بقى، اصل ما جيتش. طب ورا. طيب لا هو كده في حاجه يعني. طب بص على السلم، في حاجه غريبه. هو في حاجه غريبه. انا ما جيتش ورا. طيب لا اله الا الله. طب كابتن قعدت قدام. انت ما قعدتش ورا خالص. ما جيتش هنا، ما جيتش. انا من ساعه ما ركبت وانا هنا، من ساعه ما ركبت وانا هنا. انت متاكد انك نازل بالمحفظه؟ يا باشا انا بقول لك انا داخل بيها الميكروباص، حاسس بيها وانا قاعد فجأة بمد ايدي مش لاقيها. طب ما ممكن وانت بتركب، فاهم انت؟ ما ممكن تكون وقعت منك قبل ما تركب العربية مثلا. يا جماعة بقول لكم انا بحطها في جيبي. طب اهدوا اهدوا يا جماعة، حاسس بيها. انا ممكن بيها وانا بقعد. دوري تحتيكي ودور تحتيك، دور تحتيك، كله يدور، كله يدور يا جماعة، كله يدور. ده يا جماعة ده فعل، ده فعل مرتب والبطاقة وكل حاجة. بس ممكن تتحرك بس نشوفه وراك. ايه ده؟ ماشي بس ثواني بس يا جماعة، ثواني 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 ثواني. هو ايه ده؟ لا ده بقى، ده انت حرامي بقى، ده انت حرامي بقى. هو ايه ده يا معلم؟ الله هي ايه بقى؟ طلع يقلبنا بقى. ده ايه ده؟ ده كده مش صدفه يعني. هو ايه بقى؟ دي سجاره. ده ايه؟ انت مش شايف محفظه ولا ده ايه؟ مالها يعني؟ مش مالها بتعيط. ده لا لا ده لابتوب. ايه اللي مالها؟ ايه ورا ظهرك بتعمل ايه؟ يا ماما 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 ما بنبربش كتير يبقى هنعيط في الاخر وهتبقى حزن عليا انا. ورا ظهري ازاي يعني؟ يعني يا كابتن ورا ظهرك ازاي يعني؟ ورا ظهرك يعني هو في مغناطيس مثلا ورا ظهرك بيجذب الحاجات كلها اللي في الميكروباص. انت 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 منين؟ انت منين؟ يا حبيبي لو عايز فلوس مدفعلك الاجره قول لي، دفعت لي. لو عايز انت فلوس قول لي، مزنوق فلوس قول لي. لكن الموبايل بتاعها ده جه ورا ظهرك ازاي؟ انا عديت لك الدنيا. إيه عم والمحفظه انت والمحفظه إيه يا عم انت تعبيط يا عم انت. ما هي دي الحركات دي بتاعت حرامي فعلا. يا عم ما تقولش حرامي صاحبك. انت بتميدك عليا يا كابتن؟ يا كابتن يا عم ما تقولش. يا عم اساعدك انت كمان يا عم انت. انت انت بتبجح في الراجل. انت يا عم انت في ايه يا عم؟ انت بتميدك عليا؟ احنا اول مره وقلنا حسن نيه. هو انت بتميدك عليا؟ الست وقعت موبايلها. انت اتجننت ولا انت ايه؟ طبعا عشان مش ايدي عليك عشان إيه؟ انا معدي لك الموبايل. بجاحه. ايه يا كابتن؟ والا ايه يا كابتن انت كمان؟ طب بص، اذا كان المتكلم مجنون المستمع عاقل دلوقتي موبايل وقع ورا ظهرك والمحفظه. انت شكلك ايه الحكايه بقى؟ يا عم حرامي مني يا عم انت، انت عبيط يا عم ولا ايه؟ ولما بميد ايدي عليك. والا ايه اللي حرامي؟ هو انت عمال تضرب؟ اهدى طيب اهو، لم لم لسانك. هو انت عمال ولا طب رايح ولا؟ بقول لك ايه، بقول لك ايه يا كابتن؟ ما هو لو حضرتك انت ايه بتتكلم كده ليه؟ انت بتبصلي كده ليه؟ ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ مش كده يا عم، انا راكب يا عم. شوف يا عم انت يا عم، انا راكب. ضرب جامد يا جدعان، ضربني جامد يا جدعان. طب انا راكب. طب ايدك بس يا كابتن. ايه يا كابتن؟ يعني انا ما هديلك بتاعت الموبايل؟ غلطانه مش عاجبك؟ شوف لنا اقرب اسم. يعني تبقى حرامي وغبي؟ تسرق موبايل عديناها، بتسرق كام محفظه يا عم؟ موبايل يوم محفظت انت وابلك. انت ايه يا عم انت؟ اكلتنا انت كده؟ محتاج فلوس ولا انت محتاج فلوس دول يعني؟ ما كلهم بالصوت العالي والشغل ده هبوط. يا رب استغفر الله والله. والنعمه انا اشتريت انت وموبايلك ومحفظتك. انا اتكلموا عليا انتوا كله. انت يا جدعان في ايه يا جدعان؟ تشترين انا؟ حور حور ليه؟ هتبيع الموبايل بقى صح؟ خلي بالك يا فرج، الواد ده ممكن يبقى مصاحب اشباح، والسن ده خطر. السن ده لسه يا جدعان. يا جدعان ايه رايكم في اللي بيحصل ده يا جدعان؟ لا ايه ده يا جدعان؟ في ايه؟
الموبايل محفظه والله اعلم كان قال لي بيت ايه كلنا ومن ساعه ما دخل اصلا وانا اول واحد يعني مش عايز يقول يعني مش عايز يقول يعني داخل دخله غلط اصلا عايز اعمل محضر اهو اهو شافك اهو شافك وانت حاطط ايدك في شنطه الانسه ايه يا عم اللي انت بتقوله ده انت اطلع الاسم يا اسطى بقول لك ايه بص يا عم اطلع يا عم يا عم يعني بقول لك ايه الناس دي كلها بتعيط يا عم يا عم تلمسني الناس دي بتمد ايدك الناس دي كلها بتعيط لا مد ايد عليك ولا ولا يا استاذ ايه بشعرك ده ايه ده حرامي يا استاذ ايه ده هو انت حرامي وبجح برضه بتقول حرام يا عم لا طب يا جماعه بقى طبق وشك وربنا تمسكوا بقى ده انت راجل بقول لك ايه انت الراجل يعني عشان ممكن نتحقق بس انت عايز عشان هو اللي كشف عشان هو اللي كشفك انت عشان بعض عشان هو اللي كشف انا ما اعرفوش انت اسمك ايه يا باشا ما اعرفوش انا هعمل محضر طبعا ايه ده محضر الثاني كام شاهد 1 2 4 انا هعمل اللي تعمله انت وهو 4 شهود اعملوا اللي تعملوه ده حاجه غريبه 4 شهود واخدوهم بالصوت ولا ايه من شويه الموبايل وبعدها المحفظه الشغل ده قديم قوي تضرب انضفوا بقى بطلوا سرقه بقى حرام عليكم يا ابني ما تكسب يا ابني من عرق جبينك اكسب من عرق جبينك اقف يا اسطى ايه ايه مالك اقف يا اسطى اقف بقول لكم يا جدعان شكله مقلب له حاجه هو هيقف عند الاسم روق روق لا لا انت هتتفتش روق هو انت بتدي ايدك على عمه فرج اقف عند الاسم يا اسطى يا اسطى الله كريم على اقرب اسمه النبي ولا مالك يا ابني انت اللي حرامي انت روق بقى روق يا عم تلمس يا ابني انت اللي حرامي المحفظه دي انا اعمل لك محضر سريع انت اللي حرامي بتزقني وبتمد ايدك ومش عايز امد ايدي عليك طب اقف يا اسطى عشان اوريها اعمل ايه يا اسطى ده هيقف ليه يا عم انت هتهددنا ولا ايه بقول يا باشا يا عم نزل ايدك مالك يا عم انت نزل ايدك طيب طب اسمع بقى كده انت مستخسر مستخسر لا 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 يا عم مالك يا عم نزل طب اقول لك ايه ايه يا عم اقول لك يا شباب انت منين انا من عين شمس طب تعرف سعيد زعزعنا ولا اللي تعرفهم يعرفوا يمد ايدهم عليا ولا يجوا يكلموني هوبا ده بينتش تعرف ابراهيم منفخ انت طري قوي تعرف ابراهيم منفخ كابتن يا كابتن يا كابتن انا كان معايا فلوس تعرف رد عليا يا عم انا كده يا عم انت مش عامل فيها كبير في عين شمس يا جدعان انا تعرف الناس دي ولا ايه يا استاذ انا كان معايا قبض بتاع العمال انا مش لاقي فلوس طب وهات بقى طلع كده القبض يلا طلع القبض يلا يا عم وسع كده يا عم طلع القبض يلا يا عم اقعد يا عم طلع يا عم اقعد يا عم يا عم اقعد يا عم اقعد يا عم انا بقول لك ايه قوم كده مش كل شويه تقلب انا حاجه الواد عايز يتظبط طلع القبض يلا ولا يا عم قبض طلع القبض يلا وسع كده يا عم نفسك يلا قوم وسع يا عم قوم يلا قلب نفسك قوم قوم فتش نفسك وانا اللي كنت صعبان عليا ده انا خايف اروح لك يا ابني انا هجيب له انا هجيب له طلع على القبض يلا طلع القبض يلا حق مين يا ابني اللي تجيبه فلوس يا عم ياد يا حرامي حق مين حرامي ليه يا جدعان يا حرامي فلوس بقول لك ده الجيل ده تطور خالص يا عم يا عم يا عم يا عم ارجع يا عم ده انت لص يلا وسع يا ده انت لص قراري وسع يا عم ده انت لص قراري وسع يا عم يا كابتن ايه يلا ده ارجع ورا عشان بتاكل في وشك انت كمان مش ناصر يلا حرامي وبجح مع بعض وشكلها ايه هتهب من عليك وسع يا وسع يا عم حرامي وبجح وسع عليك وعلى اخلاقك ده انت بجح وسع يا عم 5000 جنيه 5000 موبايل محفظه والله العظيم ما هنزل من هنا غير لما اخد فلوس اقسم بالله اطلع على اسمي يا عم بقول لكم ايه يا عم فتش شوري يا عم الفلوس ايه يا عم نزل ايدك يا عم ما تلمسنيش والله العظيم انت شكلك عايز تاكل علقه يا بيه يا بيه يا بيه ما تقلقش اجرب قسما بالله يا باشا مش انا اللي مد ايدي امال مين يعني مين محدش يقدر يمد ايده عليا هوبا ولعت ولعت خالص قسما بالله ما هنحله النهارده قسما بالله ما هنحله النهارده يا جماعه ثواني بقول لك ايه يا باشا اطلع على اذنك المس دي هتلاقيه معروف في الاسم اساسا بالظبط الشخصيات دي بالظبط كده بالظبط انا بيقول لك في 5000 يا باشا اطلع على اسم من غير ما تتكلم ولا تفتح بقك تلمسني ده عشان ما اضربكش طب اقول لك حاجه طلع ال 5000 جنيه وهنسيبك طلع يا عم فلوس يا عم ما انت بتضربني ده انت هريني ضرب يلا بص انت عبيط يا عم يا عم اقعد كده بقى عشان مش على اقسم بالله كده ما بضربك انا كده بطبطب عليكم كلكم ومش ناقصه عشان ما تبقوا ومش ناقصه ايه بقى بقول لك ايه انت شارب انا ولا ايه انت في حاجه انت مستبح فهمنا انت مستبح معانا فتشوا شوفوا ال 5000 جنيه مستبح بقول لك فلوس العمال وربنا انت مالك عملت فضل يا عم انا هجيب لك حاجه انا جايب لك يا عم انت ايه ده خلاص ولا حرامي وبلطجي حرامي وبلطجي يا عم انا اطلع على الاسم يا اسطى اقسم بالله هتتنفس يا عم اقعد يا عم الحرامي عايز يطلع على الاسم يا اسطى الحرامي عايز يطلع على الاسم ولا المهزراتية ولا ولا حرام ولما اضربك يا عم تضرب مين يا ولما مد ايدي عليك تضرب انت منين يا انا ايه انت منين انا من الحته اللي انت عايزها اهو 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 كمان ايه ثواني بقى كده وربنا ايه ايه ده
وربنا ايه صدفه يالا ايه الفلوس بتضحك الحمد لله صدفه برضو ها صدفه انضافوا بقى لله صدفه بقى حسب الله ونعم الوكيل يا جدع ده انت ده انت حسب الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل يا راجل يا راجل مرتبات ناس يا راجل بيوت 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 تقفلها حسب الله ونعم الوكيل خد فلوسك انا ما برميش بلايا على حد حسب الله ونعم الوكيل انا ما برميش بلايا على حد يا جدعان ربنا ينتقم منك يا اخي والله ما برميش بلايا على حد مش انت ما الفلوس طلعت تحتي بقول لك يا عم قول لحضرتك فلوس ايه عبد الله عم والموبايل ولا ده الواد طلع شبح يا جدعان لا ده انا جاي لك يلا جاي لك يا لا لا بقول لك ايه ريح بقى يا عم ما تمدش ايدك عليا ما انت اللي بتمد انت عبيط خلاص انا لحد دلوقتي ما مددتش ايدي يابا احنا رايحين الاسم خلاص انتوا رايحين الاسم خلاص بس رايحين الاسم خلاص خلاص طب نزل الانسه هنا نزل نزلها يا انسه اتفضلي اتفضلي سامح كريم انت مش مسامح حد حسبي الله ونعم الوكيل انت براحتك بس انا مش هسامح بس كده انا هطلع الاسم واعمل محضر ثواني يا اسطى ده في حد لا شخص من اللي هيتروق والله العظيم هيتروق خش خش ده انت تعالى ده انت هتشوف ايام يا ابني حرام يا ابني ليه السرقه حرام ارمي ده انا شايل تليفون بتمنك يلا انت عارف ان السرقه حرام تمني تمنك موبايلك ده ب 20000 انا ب 30 فاغلى ما تحورش بقى يا عم الراجل ده حرام بضحكك بس انت في نفس هتهزر معايا ولا 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 طب اقعد بقى ساكت اقعد ساكت يا عم اقعد ساكت انت بقى يا عم بقى اقعد ساكت يا عم اقعد يلا اقعد يلا وسع يا عم ايدك يا عم والله العظيم ده انت حرامي وبجح وانا زهقت منك اجره كام يا اسطى اجره كام 3.5 خد 3.5 هتتروق هتتروق ده ايه ده يعني ايه قله المنديل محفظتي فين محفظتك الصلاة على النبي اكيد انت اللي سرقتها النبي البيه ده ابو شعر ده ايه بس محفظتك اتفضل محفظتك كمان تاني تاني يلا ده احنا رايحين الاسم يلا محفظتي فين اصلا يلا ما بتتوبش ايه اللي هو بيعمله ما بتتوبش طب الراجل غريب اهو يا عم اللي انت بتقوله ده يعني ايه محفظتك يعني احنا ولا يا عم اقعد كل ولا ما بتتوبش يلا تضحك ليه بقى تضحك ليه يا حرامي احنا بنعمل فيك مقلب ومفيش اي حاجه وانت جميل وما سرقتش حاجه هو ده الراجل ده بيشتغلك احنا في برنامج اسمه المهزراتيه ده برنامج اسمه المهزراتيه بنعمله في رمضان وشعرك زي العسل والله والناس والله كلها دي كل الناس بيتمثل عليك بيسمعوا له سقفه يا جماعه معلش معلش ايه ده بقى ضربتني مليون ضربه مليون انا ما قدرتش والله وانت هلس وانا من عين شمس عين شمس ايه يا معلم بس طويل كل سنه طيب ورمضان كريم عليك موافق نزيه تعالى بقى كده شايف علبة المناديل اللي هناك دي في جواها كاميرا اساسا عايزك بقى تبص هنا وتقول استنونا انت طيب ليه كده طلعت طيب استنونا بكره في حلقه جديده من المهزراتيه بس استنونا بكره في حلقه جديده من المهزراتيه ده انت اصحابك هيتريقوا عليك تاني مش رايحين على الاسم ولا حاجه خلاص بقى طيب صباح الفل اتبسطت قوي ها وقفونا في حته ناكل بقى